سعيد، بعد ما رديت على الأستاذ عصام السيد المخرج، اسمح لي إن أنا أقول لك حاجة في أرشيفك. الأرشيف بيقول: حلو الكلام وعصام السيد مخرجها تكشف عن فضيحة بيت سمير العصفوري وسعيد صالح. ده الأرشيف مش أنا. أكيد مشاهدينا طبعا عايزين يعرفوا إيه الموضوع بالظبط وإيه حقيقته وإيه الفضيحة اللي هو مش فضيحة ولا حاجة. ما هو ما عملوها حكاية بس، وإحنا في الآخر جابوا مجلس النقابة، كنا عاملين رواية اسمها نحن نشكر الظروف. كويس. وكانت إخراج سمير العصفوري ومساعدة الأستاذ عصام السيد. أستاذ سمير العصفوري ما حضرش بروفات كتيرة في الرواية، بس كتب إخراج سمير العصفوري وعصام السيد. جينا الرواية دي حصلها ظروف فروحنا إيه سايبينها. فجينا قلبناها قلبة تانية خالص. اسمها نحن نشكر الظروف. نحن نشكر الظروف. نعم. قلبناها قلبة تانية خالص. وجبنا شخصيات تانية. جبت بدل كانت آخر واحدة عملت الدور مدام رجاء حسين. فجت مديحة كامل. ومديحة كامل قالت لي هعمل دور اتعمل. قلت لها ما انت عملت معايا قبل كده دور اتعمل وانت اللي صورتيه، اللي هو كان هالو شلبي. كانت ميرفت امين قبليها وهي اللي صورته، بقى بتاع مديحة الله يرحمها. فاقتنعت. فوضبنا لها الروايه على دورها ده، وغيرنا بعض الشخصيات. وسمينا الروايه اسم تاني. حلو الكلام. فانا سالت عم محمد حفيظ الططاوي الله يرحمه، كان معايا في الفرقه على طول لمده 10 سنين. فقال لي كويس قوي، قال لي على مثل، قال لي في روايه كنا عاملينها اسمها مش عارف ايه، وبعدين سقطت سقوط شنيع وغيرنا اسمها الى الناس اللي تحت، فنجحت نجاح رهيب جدا. يا سلام. جدا. فقال لي ايه، فروحنا عاملين روايه حلو الكلام اخراج عصام السيد. حلو. الاستاذ سمير العصفوري سمع الحكايه ده، قال لك لا ده انا عايز حقي وعايز بتاع، وتكون مجلس من اعضاء من مجلس النقابه. يجوا يشوفوا الروايه هل دي حلو الكلام ولا يعني هل دي نحن نشكر ظروف ولا حلو الكلام. وكان من ضمن المجلس اللي جاي رجاء حسين اللي مثلت معانا الروايه من سنه. كانت هي فيها نشكر ظروف في مجلس النقابه. دخلت اولا شاف هي كانت رجاء بتقعد تمثل دورها. وتقعد تروح على اوضتها ما تعرفش ايه في الروايه. كويس. فلقت دورها متغير خالص. وروايه غريبه عنها، قالت لهم لا مش هي دي الروايه اللي انا مثلتها كمان. الحكايه وانتهت على كده. انتهت على كده. ولكن بعد كده بيقولوا ان الروايه انذرت يعني بانها تتوقف او يوقفوها لكم بسبب اخر. ايه السبب الاخر؟ وانا متعوده هو في سبب مهم الصراحة. كان هو كان ممكن سبب مهم جدا. انها كانت بتهاجم مناحم بجن. في قصيده كاتبها احمد فؤاد نجم. ودي كانت عملت لنا مشكله في امريكا واحنا بنعرضها. كويس. كانت هند صغيره. وهددوني بخطف هند لو انا ما شلتش الاغنيه بتاعت الروايه دي. يا خبر ابيض. الاغنيه بتقول ايه؟ الاغنيه بتقول لما محايم جبن يادخ زيجة لبن، يعني مناحم بجن ياخد جايزة نوبل، تبقى النودية يعني الدنيا ماشية بتحدف بالمنظار. تبقى الثانية 12 ساعة، يبقى اليوم ليلتين ونهار، يبقى القاتل شخص ضحية والمقتول مجرم جبار. شفتوا ازاي؟ اما صحيح الطب تقدم واحنا ما وصلناش اخبار. ايوه يا لجنة لوبن بيه، احنا ازاي بتلجني ايه؟ انا مش فاهم حاجة صراحة. لما القاتل ياخد جايزة كده من دون تلبيخ واباحة، يبقى يا اما اللجنة دي ويزة او لا مؤاخذة رئيسها حمار. يبقى يا لجنة يا عرنا يا كوسة يا جاتنا وجاتكم سكن. بالشكل ده بنعمل الرواية دي، بنعمل الاغنية دي في الرواية. وانا بغنيها بحماس، والناس بتتعصب قوي للقضية الفلسطينية، وتنزل وبنزل الصلاة والناس بتغني. فجأة واحد بيطلع في الصلاة، ده بلوف احنا عاملينه. بيطلع في الصلاة بقول ايه الكلام الفارغ، بطل مزيكا بس. انت هو في ايه ده؟ فبنسكت وانا بقى انتبه، قول ايه ده، ماله ده، شارب ده ولا ايه؟ بقول يا استاذ الرقابه موافقه على الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده. بقول له انت مالك؟ قال لي اتكلم بادب. بقول له انت مال امك؟ قال لي ما تعرفش ان ده اهانه دوله صديقه؟ بقول له يخرب بيتك. فبسال الناس اسرائيل دوله صديقه؟ فواحد واثنين ثلاثه بيقول لا. فانا بقول لهم رد عليا، اسرائيل دوله صديقه؟ فالناس كلها بتقول لا. قول لي لا يا استاذ دي حاجة دي في القانون، دي هنا الدولة صديقة ودي عقوبتها 25 سنة، اتفضل قدامي وروح زايقني وناس وراه ومش عارف ايه، ومحدش يتحرك مكانه. وبعد بيلف على الناس ويقول لهم حضرتكم كمان ما تتحركوش لان كنتوا شاهدتوا الواقعة، وده في القانون علم ولم يبلغ. ايه في السطرة ده؟ السيناريو بتاع الرواية. الرواية الناس اللي عارفة ده صحيح ولا حقيقي. والناس بتبقى قاعدة، الناس اللي كانت بتهرج
والناس اللي في اول صف اللي عامله الناس خايفه وايه اللي جابنا في الليله السوداء دي سعيد صالح ده حبساجي وبتاع ويطرح ان هو بلوف وبيعمل في الناس يعني كان كده؟